تمام. لو احنا عايزين مبدئيا زي ما عملنا في الارتكل كلاس اد وابديت وديليت عايزين نعملهم في الار في الـ في الـ في الارتكل ذات نفسها، ممكن ناخد كابي من الاد وابديت وديليت ونعدل ما يلزم هناك. يعني لو اخذت كده كابي ورحت على الارتكل ذات نفسها وعايز الناس تصحصح معايا نشوف كده الناس مركزه معانا ولا لا. لو دخلت على الاد بيقول لي انسرت انتو الارتكل كلاس، قلت له لا احنا المره دي مش هنعمل انسرت في الارتكل كلاس، هنعمل انسرت في مين؟ في التيبل اللي اسمه ارتكل بس. طبعا لو احنا عايزين نتاكد مفترض نروح نشغل الداتابيز بتاعتنا. سوري نقول بين الرقم، هو انا عامل اللوكيشن بيج مطلع لي برضه نفس ال، بس هنا لما جه ماشي ماشي محتاجين نبقى اشوف لكم المساحات بالظبط اللي احنا محتاجينها، بس على المهم هو رن. طيب ونشغله كده على البراوزر العنوان بتاعنا عشان طبعا نشوف بس الحاجات بتاعتنا. احنا عندنا هم موجودين الاي دي تايتل كونتنت، ممكن نشتغل على طول ادي الاي دي، هنانسيرت الاي دي والتايتل، بعد كده عندنا الكونتنت، بعد الكونتنت الاوثر. واحنا ناخد بالنا ان لازم يكون في جمله الانسبت اللي احنا بنكتبها لازم موضوع نبقى واخدين في بالنا ان نوت جمله انسبت او الابديت او غيره تكون بنفس الحروف والكلمات اللي مكتوبه جوه الداتابيز، سواء كنت مغيرها او مش مغيرها. يعني ايه؟ يعني انا دخلت على اليوزر جوه الداتابيز، الفيلدز زي ما هي انا مضطر استخدمها، ما اخرجش بره. يعني انا عندي هنا مثلا ده كان الارتكل، ماشي سيلكت اس فروم الارتكل كلاس، قلت له طب انا لو عايز سيلكت اس فروم الارتكل ذات نفسه اهو عندي اي دي، يبقى اي دي تايتل تايتل كونتنت كونتنت اوثر اوثر، هنا عندي ارتكل كلاس اي دي اهي. يبقى احنا كنا ماشيين بنفس المسميات، فده كويس ان نفس المسميات في هنا تبقى نفس المسميات في الداتابيز. لكن لو افترضنا ان انت غيرت لاي سبب يبقى وانت بتكتب الجمله دي ذات نفسها لازم يكون ان هو اسم التيبل واسم الفيلدز او الكولومز لازم تكون بنفس الايه؟ نفس الجمل نفس السبيلنج اللي موجود في الداتابيز بالظبط. تمام انا غيرت نزلت انتو الارتكل كذا وكذا وكذا وكذا. حلو. بريبيرد ستيتمنت كما هي. بعد كده في التراي هقول بقى هتختلف. تعال نشوف. احنا عندنا رقم واحد جيت اي دي اللي هو ده. بعد كده التايتل مظبوطه. بعد كده عندي رقم ثلاثه ده كان جيت ديسكريت جيت كونتنت. لا يا شباب. بعد كده رقم اللي بعده جيت ايه؟ اوثر. وبعدين كان جيت ارتكل كلاس اي دي. تمام. اه بس ده كان ايه الارتكل كلاس اي دي كان انت ما كانش سترينج صح؟ خلينا نعدله هنا ونخليه ايه؟ نخليه انت على حسب نوعه. بعد ما قلنا انت والتاخير انت الباقي في النص سترينج. يبقى ده اللي اتغير؟
زودت الحاجات المطلوبه وظبطت البارامترز او بارامترز المطلوبه مني وخلاص كده الجمله بتاعتي الاد خلصت. هو ده اللي كان مطلوب منكم في الاساينمنت مش اكتر. الاد الفيلدز اللي موجوده شبه نفس الفيلدز اللي موجوده في الابديت، فانا هاخدها كامل اللي هي التايتل والكونتنت والاوثر والارتكل كلاس اي دي اللي هم نفس اللي موجودين في التيبل الثاني، وهقول له ابديت سيت ان التايتل والديسكربشن. لا هقول له لا مش التايتل والديسكربشن بس، تايتل والكونتنت والاوثر والكلاس اي دي، وطبعا اسم التيبل هو ابديت ارتكل بس. وير ان الاي دي، هي وير ان الاي دي كذا كذا، وادي الجمله بتاعتي. وبعد كده هبعت كل الايه نفس البارامترز كلها زي ما هي، فاخدها كده كوبي من فوق. هيبقى مع اختلاف واحد احنا عارفينه، ان اول واحد مش الجيت اي دي، ده مش اول واحد، اول واحد التايتل. فانا ده هشيله كده كات، وده هيبقى اول واحد التايتل، بعد كده اثنين الكونتنت، بعد كده ثلاثه الاوثر، بعد كده اربعه الارتكل كلاس اي دي، واخر واحد اللي هو هيبقى خمسه هو ده اللي انا ببعته فوق اللي هو هيبقى الاي دي ذات نفسه. صح؟ تمام. غيرت هنا وهنا وكله تمام، والجمله بقت شغاله. الديليت اخش عليها على طول، الديليت فروم الارتكل مش الارتكل كلاس، وين الاي دي كذا، ماشي الحال هي كده بالظبط. هي كده بس غير اسم التيبل، باقي وبتبعت برضه الاي دي زي ما انت وكل حاجه تمام، مش محتاج منها تعديل اكتر من كده. كده نكون عدلنا ده. طيب هو بيقول لي في ايرور كده عندك، ايه هو الايرور اللي عندي؟ ابص هنا على العلامه الحمراء، هيقول لي والله الاو دي بي مش متعرف. اقول له صح حقك، الاو دي بي احنا ما عرفناهاش هنا، احنا اشتغلنا على طول، بس هي زي ما كنا معرفينها في الارتكل كلاس. الاو دي بي كنا معرفينها فوق في البروبرتيز فوق، يبقى لازم نعرفها برضه هناك عشان يبقى عارف ان احنا بنستخدم الاو دي بي اللي احنا عملناها قبل كده. اروح في الارتكل واقول له ادي الاو دي بي اللي مزعله، فامشي كل الاخطاء، بس لمجرد ان احنا ما كناش معرفين الاو دي بي اللي احنا اصلا بنستخدمه في كل حاجه تحت. نو في التعامل مع الداتابيس. بكده المفترض مفيش ايرورز عندي في الارتكل، وكده زودنا الاد والابديت والديليت زي ما زودناها في الارتكل كلاس، زودناها في الارتكل ايه؟ ذات نفسها. فوق بقى نروح نعمل لها ايه؟ نعمل لها تيست